الكسكسي. الكسكسي المصري بيختلف عن اي كسكسي تاني، له طريقه معينه بيتعمل بيها، او دقيق اللي بيتعمل بيه الدقيق الابيض، او ممكن يتعمل بصميت البسبوسه. يعني هو له طريقتين اتنين، صميت البسبوسه وده اللي بنلاقيه في بلاد شمال افريقيا كلها، تونس، المغرب، ليبيا والجزائر. لكن احنا هنا في مصر بيبقى مختلف شويه الموضوع، لان احنا بنعمله بالدقيق العادي جدا. فبنقدر نطلع منه حاجتين اتنين، نقدر نطلع منه حادق وحلو، الاتنين مع بعض ينفع من الكسكسي اللي احنا نبدا نشتغل فيه دلوقتي. هو الفكره كلها انا محتاج منخل، هو ده اللي احنا محتاجينه عشان هنبدا ان شاء الله نشتغل فيه، ودقيق وملح وبس، مش محتاجين اي حاجه تاني، والميه طبعا اللي هبدا اشتغل بيها. هو الفكره كانت زمان قبل ظهور الكبه كان بيقعدوا يبصوا الدقيق على ايديهم مع الميه، ولكن الكبه بتوفر عليا مجهود كبير جدا صراحه. يعني انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اكتل الكسكسي بتاعي. طيب عن طريق ازاي الدقيق؟ انا بجيب الدقيق طبعا، ما احطش كميه، مش هحط كيلو كله في الكبه، انا هاخد مثلا كميه زي اللي حضرتك كده شايفينها، مثلا لو هنقول ربع كيلو زي ما انتم شايفين كده، ونبدا نحط معاها شويه ملح صغيرين كده. وبعد كده بيبقى عندنا الميه اللي هبدا اشتغل بيها بس وانا بعجن. فهفتح كده واقوم فاتح الجزء اللي فوق بتاع الكبه ده عشان تبقى مفتوحه للميه، وابدا اشغل على السرعه الثانيه اللي هي اعلى سرعه يعني، وابدا انزل بالميه خيط رفيع جدا. تعال نشوف هنعمله ازاي. نقعد نبص نشوف ايه الموضوع، وصل لحد فين، عمل كتل ولا لسه اللي انا محتاجها؟ لا لسه قدام حضرتك اهو. كل ده كان بيتعمل بالايد الاول، لكن اهو اهم حاجه الميه تنزل خيط رفيع عشان ما يعجنش منك. اهو بص بقى عامل ازاي، مرمل ماشي لسه شويه، محتاج يكتل اكتر. اهو مشغل وانزل الميه تاني. نوقف ونشوف ايه الاخبار. اهو شايفينه بعمل ازاي، حاجه حلوه جدا. تعالوا بقى نعمل ايه بقى، بقوم واخد الكلام دهوت كله، ما تديلوش ميه كتير طبعا، وابدا ان انا اخد الكلام دهوت ونروح فين؟ عندي على المنخل اللي معايا اهو، نمسك المنخل كده وبالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونبدا ان احنا ايه نفرك كده من زي ما حضراتكم كده شايفين الموضوع، عشان الكسكس اهوت يبدا ينزل عندي. اهو بص بقى مخرز ازاي، اهو شايفه، اهو شايفه ما شاء الله، الترمينه بتاعته محترمه جدا 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 اهو ماشي. طيب هنبدا نعمل ايه بقى؟ ببدا ان انا اخد بقى بقيه الكميه وابدا اشتغل نفس الموضوع. فهبدا اخد عندي الكبه احطها تاني هنا، الفكره حطيش الدقيق مره واحده، الميه مره واحده، الميه تتحط خيط رفيع عشان ما يعملش ايه عجينه منك. هبدا احط الكميه الثانيه، الربع كيلو الثاني. طريقة تسويته سهلة جدا، على بخار، على البخار هنبدأ نشتغل. وإيه هنعمله؟ هبدأ أشغل
ونبدأ ننزل المية واحدة واحدة. يا باشا زي الفل جدا. لسه طبعا الملح، طبعا شويه الملح نضيفهم، نشغل ونروح فين؟ عندي على المنخل بتاعنا اهو، ونبدا نحط الايه الباشا اهو، وبايدينا بقى ايه نبدا نفرك كده اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. هقوم واخد شويه من هنا تانيين حاططهم هنا عشان يعمل عندي الكتل اللي حضرتك كده شايفاها. اطلع كده اهو تاني على المنخل يبقى بالشكل ده. فبالتالي هيطلع معايا، شفت الحبيبات عامله ازاي؟ اهو رمل وزي الفل، والحبيبات بتاعته اتكونت معايا ما شاء الله زي الفل يعني. الله يخليك يا باشا، الله حبيبي حمدك. طبعا كانوا زمان زي ما قلت لك كان بياخدوا الدقيق بيحطوا كل الدقيق مع بعضه ويبداوا يندوا بميه ويبداوا ايه؟ يبسهم بايديه لحد ما ينعم. لكن هي بص الكبه مع المنخل عملت ايه، طلعت على طول الكسكسي عندك في منتهى السهوله. بص الحبيبات بتاعته مظبوطه وزي الفل. طيب نعمل ايه دلوقتي بقى؟ تعال نعمل اخر واحد شويه يا حمدي، معلش هنضف بس هنضف دي بس. ولو ما عندكيش الحله بتاعت الكسكسي نفسها، انا عامل هنا حاجه عاديه جدا، انا جايب حله الكيتشي نوفا، جايب المقاس الكبير فاهمه ازاي، حاطط فيها مصفى كبيره اهي، دي مزيكا دي اهي، وحاطط فيها الميه من تحت عشان هبدا اسوي دلوقتي وناخد اول فوره للكسكسي بتاعنا. هبدا انزل واشغل. تعب ان انا عامله في نفس الوقت اهو. بص يا خال اهو ماشي، تقوم شايل ديت. بص يا باشا اهو نزل
ونضغط بالمنخل اللي بشكر الشيف نونا طبعا عليه، ربنا يكرمها يعني. انا داخل بقى عمال اقول يا جماعه محتاجين منخل، فلقيتها في وشي طبعا، بس هي طبعا من الناس الجدعان جدا يعني، ما بتتاخرش علينا في حاجه، ربنا يكرمها. فانا بشكرها شكرا جزيلا على الهوا على هذا المنخل المحترم اللي ظبط معاه الدنيا. تمام جدا اهو زي الفل يا باشا، خلاص بقى ايه ده خلص تمام اهو. نجيب بقى عندنا الشاشة كمان، نجيب عندنا الشاشة بقى، الشاشة اللي احنا نبدأ نشتغل بيه. بص الحبيبات ما شاء الله، تعال بقى ناخد عندنا الشاشة اللي احنا نبدأ نشتغل بيه. اول حاجة عندنا طبعا ما تبقى فيها، ما تبقى كتير فيها، نبدأ ننزل عشان ناخده أول فورة، وبعد كده هنطلعه تاني وهنديله في المنخل واحدة تانية، خلي بالك عشان ياخد حبيبات أكتر من كده كمان. ننزل يا باشا، نعمله بشكل هرمي كده اهو، بسم الله. الحلة فيها مية سخنة اهي، شغالة اهي اهي، البخار ده اللي هيسويها. دي هو بياخد يعني بنقول عليه فور، دي اول فوره بتاخدها، وبعد كده بتاخد عندنا اتنين كمان يعني، بنطلعه وبنبدا اللي احنا نعمله بنبسه تاني في المنخل بنفس الطبق دهوت، ونرجعه تاني في الشاشه عشان نطلع حاجه كويسه وحاجه صح بقى. فهنبقى موجودين مع بعض طول الحلقه بنعمل حاجه زي كده. عملنا اول حاجه الكسكسي المصري بتاعنا، جميل بسيط، دقيق وميه ملح، شويه ملح بساط، وحطيناهم في الكبه. بدانا اللي احنا نخرزهم لان بياخدوا كذا مرحله، كذا مرحله، دي اول مرحله تمام. عملناه لذيذ وسهل على فكره، هو ما فيهوش ازمه خالص، غير انت بتجيبي بس المنخل او الدياره ديت وتبداي اللي انت ايه تاخدي اول مرحله فيه، تحطيه على ميه سخنه، بعد بالظبط 10 دقائق بنقوم مطلعينه ونقوم حاطينه تاني هنا في المنخل، ونخرز منه تاني الكسكسي لحد ما تلاقي الحبايه بتاعته بقت متكتله زي ما احنا عايزينها بالظبط، ثلاث مرات بس بالراحه. خلي بالي من ايدي عشان البخار طبعا، وازود هنا ميه في الحله هنا عشان تفضل معايا الايه الميه سخنه. ومن هنا بنيجي بنقوم واخدين عندنا شويه شويه كده، ونبدا نشتغل عليهم بايدينا عشان اخرز اكتر. بص عامل ازاي، تحس اللي بقى كتله واحده صح اهو، صح كده بايديا بقى كده. بص الجمال، بص الحلاوه، ايديكي طبعا والبخار، انت بتسيبها تهدى شويه وبعد كده نبدا نشتغل يعني. كده كده الجو ساقع وعايزين يدفي ايدينا عادي. بص بص حمديك عامل ازاي، بص الجمال اهو اهو، الله اكبر اهو ها. بص يطلع من يطلع من الشاشه كده، تحس ان هو ايه كتله اهيت صح. هناخده كده اهوت ايه ونديله في المنخل، بس اسيبه يهدى شويه عشان ايديا، وبعد كده نبدا اللي احنا نشتغل. نبدا نروح فين اهو، بسم الله. بايدينا كده اهوت، ونبدا ايه ننزل ونخرز عشان يطلع، بسم الله. لسه طبعا هيرجع الشاش طبعا، لسه ما استواش، ما كملش التسويه بتاعته، عشان مره كمان هنعملها وخلاص كده ايه بنقدمه. دفي نفسك كده في الشتاء، شغل عالي اهو، سهله. لا مش عايز صحه والله ولا حاجه يا جماعه، هو هي ما فيهوش حاجه، ده انا خلاص خلص اهوت، اللي هو يعني هيخش تاني عندي. بص الفلفله بتاعته عامله ازاي، ممتع جدا يعني، بس اهم حاجه انت تسويه صح بس، وينفع صدقيني حادق وينفع حلو. يلا حمدي كده نطلع فاصل كده ونرجع
اهو هناخد الشاشه ديت كده اهوت يا عم حمدي كده اهوت، نقوم حاطينها هنا. هي بص الشاشه مفيش اي حاجه فيها، هي بقى تمام الشاشه اهيت نظيفه. يلا انا هاخد الباشا ده، وبعد ما اعمل ديت اخر حاجه اهيت اخر شويه واحده واحده، هنبدا ناخد عندنا الكسكسي وننزله تاني فين في الشاشه على حمام البخار اللي شغال. هبدا ان انا اجيب عندي حله برضو صغيره من كيتش نوفا، ونبدا ناخد عندنا حته صغيره كده من السمنه، ماشي، واقلب، وباخد عندي ثوم وخل، تمام، اخد عندي حوالي 4 فصوص او 5 فصوص من الثوم. دي التقليه اللي انا هقدمها مع الكسكسي بتاعنا الحادق. هاخد ثوم تحميصه بسيطه جدا، بس ما تحرقوش قوي عشان الحموضه وكده، شويه خل، صلصه طماطم، ماشي الكلام الجميل. بعد كده بقوم حاطط عندي عصير طماطم، ونقوم حاطين عندنا شويه من الملح، عندي فلفل اسمر، وعندي شويه كمون صغيرين. ايوه ماشي كده، واسيبها عندي تبدا اللي هي ايه تغلي معايا كده غلوه. بعد ما تغلي غلوه انا عامل هنا اقل من نص كيلو من اللحمه في شويه شوربه كده صغيرين، هنبدا نحطهم هنا ونضيفهم عشان نقدمهم في بوله جنب الكسكسي بتاعنا ان شاء الله. تعال نبص عليه نشوف ايه الاخبار، وصل لحد فين. بسم الله الرحمن الرحيم، ريحته حلوه قوي، ريحته حلوه قوي بجد ما شاء الله. يعني تقدري تحطي بصي شويه سكر عليه وبالف هنا وشفا، شويه سكر شويه عليه كده من فوق وبالهنا والشفا يعني، بس نديله كده تحميصه مع السمنه البلدي، وبيتخزن كمان لو عايزه تخزنيه. نفتح كده ونشوف، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ياخد اخر فوره دلوقتي بقى هوريه لك عامل ازاي. بص نازل ما شاء الله اهو، ماشي الكلام. تعالى يا حمدي نعمل ايه اخر مرحله، ولكن المره دي بقى نتعلم، هلبس جلافز حراري عشان كده مش هينفع. مخرج عايز يطلع حلقته حلوه وخلاص، انا ما انا يعني انا فين يا اخي يا اخي بقى، خلي قلبك معاه شويه بجد. اهو قطينا، بص الشاشه انا عايز اوريك بس الشاشه نظيفه ازاي قد ايه ما شاء الله يعني. يعني تعالوا بقى نعمل ايه، نقوم واخدين عندنا اهو مثلا يعني، الله 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 الله، ايه ماشي ما شاء الله يعني اهيت. دي اخر مرحله بقى خلاص بقى، انا مش ايه مش هنزله تاني على الديوره بتاعتنا. لا الجلافز ده طلع موضوع والله، ما تسيبش بقى حاجه بقى خالص بقى، بصي مفيش اي حاجه تاني في المنخ خلاص. ده دليل على ايه؟ الحاجه ما شاء الله ما شاء الله اهي اهو، احلى كسكسي في الدنيا، وشويه دخان كده وبخار يدفوا لك الدنيا، كيلو دقيق بس قدام حضرتك الموضوع ما شاء الله يعني ممتع بجد. تعالوا بقى نعمل ايه، بقوم واخد اخر حاجه مرحله، اخر مرحله عندي، بقوم واخدها كده تاني مصفى وشاش، واقوم منزل اخر مرحله عشان التسويه. هو كده اصلا استوى، اديله كمان اخر مرحله تاني،
كده تكون المرحلة الأخيرة اللي أنا أصلا مش هحتاج فيها ديارة تاني أو المرخل بتاعنا خلاص. وأبدأ أقفل غير ما أقلب من غير ما أعمل فيه أي حاجة، وهوب كمل التسوية بتاعته. شوية التقلية دول أقوم حاطط عليهم شوية اللحمة بالشوربة دول عليهم، وأقوم إيه شوية سكر صغيرين كده عشان الحموضة بقى، يعني شوية سكر صغيرين قوي كده، وأقوم مدخل اللحمة كده جواها مع شوية الصلصة ديت وأسيبها عندي على النار. حاجة بس أعملها دلوقتي حمدي، اللي أنا هاخد بقى الكلام ده وشوية زبدة كده وشوية سمنة بلدي، يعني معلقتين اتنين بس، ونار هادية جدا. هاخد الكسكسي ده ونبدأ إيه نديله كده تحميصة بسيطة على نار هادية مع التقليب المستمر. باخد عندنا شوية دول الصوص الأحمر اللي إحنا عاملينه، وحتتين اللحمة دول نقوم حاطينا هنا ماشي. الكسكسي هنا بقى يا عمنا عملت في حاجة مهمة جدا، اللي أنا جبت معلقتين اتنين من السمنة وبدأت اللي أنا أحطهم في الحلة على نار هادية جدا. يعني أنا حطيت الكسكسي الأول بعد ما خدت يعني التلات مرات اللي أنا بدأت اللي أنا أحطهم عندي في الديارة وأنخلهم. بص حطيت بقى معلقتين اتنين أو تلات معالق من السمنة البقر الجميلة الخفيفة ديت حطيتها عليهم، وبدأت اللي أنا أشوحهم في الحلة على نار هادية جدا، نار هادية جدا، وقلبتهم مع بعض بقى عندي بالشكل ده. نقدمه بقى كده بقى جاهز، اشتغل منه حادق واشتغل منه ايه حلو. نبدأ نعمل ايه، لبن سخن عندي على النار بقوم واخده كده اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم. هقوم واخد ده الكسكسي، بص بقى المنظر ما شاء الله حاجة تجنن يعني. بايدينا كده اهوت هفرغه كده، واقوم حاطط عندي البوله الجميله ديت بالصوص الاحمر. كبشه بقى تانيه، واقوم واخد شويه صوص احمر دول حطهم هنا خيط، كده بالصوص الاحمر زي ما حضراتكم شايفين. ممتع والله ممتع بجد، الكسكسي جميل ان شاء الله تعملوه يعجبكم جدا. طيب ايه بقى حوار الحلو؟ حوار الحلو بقى بجيب عندي الطبق اهوت، انا خدت شويه طبعا قبل ما اطلع، اقوم واخد عنده هو ده المتعه بتاعته بقى بالليل، شويه زبيب عليه كده من فوق، وبعد كده بقوم واخد عندي طيب حاضر، اقوم واخد عندي شويه سكر، سكر بودر جميل، اقوم واخد كده اهوت عليها سكر كده من فوق ماشي. وبعد كده بقوم واخد عندي اللبن بقى في المعيار، انا كان معايا معيار صغير 10 حفين، فممكن نجيب اللوش شغال اهو، نص خل بقى اللبن اهو. الله الله حاجه ايه، حاجه من الاخر. بس يا باشا احلى شويه كسكسي حلو، ولا هيعجن ولا اي حاجه، تاكل حاجه محترمه جدا اهي. حتى لو انا جيت دلوقتي بس عشان تبقوا انتوا عارفين اهو، مش المفروض لبن سخن اهوت، بص يا باشا الحبايه عامله ازاي اهو، حبايه بحبايتها يا باشا، مفيش حاجه الكلام ده اهو ما شاء الله يعني. بص عامل ازاي اهو السمنه البلدي، و ولا حاجة معجنة ولا أي حاجة. تسلم ايدك يا أستاذنا والله. وديك تعالوا بقى.